لا 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 ماشي تزوج بلقب اسيوي مع فريق سعودي وتزوج بلقب افريقي قاري هنا في المغرب مع الرجاء. يلا بيدو 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 جول بيدو جول مصطفى تبارك المعلومه والله ما كانت عن انا دوختيني السعوديه عاود فهمتيني فهمتي ما يعني للشرف انني فزت مع الشباب السعودي بكاس كؤوس وكذلك رفقة الرجاء الرياضي كاس الكونفدرالية الافريقية اللي كانت اخر نسخة واحتفظ بها فريق الرجاء الرياضي. نتمنى انه هذا التتويج هذا يحقق بونو وكذلك سفيان الرحيمي لانه الى توجوا يعني بلقب اسيوي فتنظر بان غادي يكون يعني يكون هم من اللاعبين او اللاعب الثاني لا بونو ولا رحيمي يكونوا يعني اللاعب الثاني من بعد اللاعب بيضودان انهم كيفوزوا بلقب اسيوي ولقب قاري ولا كل مغرب. لعبتي مع الشاه السعوديه؟ شحال لعبتي معهم عام؟ تقريبا عام ما شاء الله باش نعرفوا المعلومه.